أقامت كنيسة الشهيد العظيم مريمين العجيبي بمنطقة فليمنج شرق الأسكندرية الجمعة اللي فاتت القداس الإلهي بمناسبة اليوبيل الماسي ومرور 75 عام على أول قداس رفع على مذبح الكنيسة. بمناسبة اليوبيل الماسي لكنيسة الشهيد العظيم مريمين فليمنج رمل الأسكندرية، وطبعاً مناسبة مفرحة جداً لأنها بتمر عبر زمن طويل. بنذكر النهاردة اليوم اللي الكنيسة انشئت فيها، وبنذكر الآباء البطاركة اللي زاروا الكنيسة. تخيلنا كده كان في حوالي 184 واحد بيترقى، من يا إما بياخد أغنسطس أو بسالتوس أو بزياكن، وكلهم صراحة كان في جو في منتهى السعادة. حسيت إن واحد حس بفرح أنا ما كنتش متخيل إن أنا هبقى فرح. يعني أنا صعب لي 25 سنة أو 20 سنة باجي هنا، لكن اليوم ده كان يوم جميل. حسيت إن كل الناس معانا وكل الناس فرحين بنفس الفرحة دي، ومن أول الصغيرين تحس إن هم عايشين الحياة اللي هم طالعين لحاجة كويسة. ست مريمينا من أقدم كنائس اسكندرية، وهي كنيسة كبيرة وعظيمة ولها باع في الخدمة كبير في اسكندرية، وربنا تمجد النهاردة 75 سنة يعني اليوبيل الماسي، وحاجة جميلة جدا. احنا من ولاد كنيسة مريمينا نشوف التمجيد الكبير ده لمريمينا والكنيسة وشعبه في اسكندرية. خدت رتبة أغنسطس، هي دي الرتبة التانية من الرتب في الشمامسة في الكنيسة، ويعني دي كانت حاجة تشجيعية، لأن مريمينا قال لنا إن دي بتقربنا من ربنا أكتر، نعرف ربنا أكتر، وأغنسطس دي معناها قارئ، فأنا كده بقرب من ربنا، وهم بيثبتونا جوه حضن الكنيسة زي ما الأنبا هرمينا قال. خد عيد الأنبا هرمينا رتبة أبسالتس وأنا مبسوط جدا. ترأس القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الأنبا هرمينا أسقف عام كنائس وسط وشرق الأسكندرية برفقة أباء الكنيسة وحضور شعبي كبير. شهد القداس الإلهي رسامة وترقية 200 شماس بالرتب الثلاثة الإبسالتس الأغنسطس والإبدياكون.